السلام عليكم. اليوم الحمد لله واحد قطرات ديال الشتاء صبات في البلاد، و نشارك معكم هاد الاشجار ديال التين. الحمد لله، يلا قديت لهم الحوض، يلا قديت لهم الحوض وصيبتهم، وكانوا شويه ديال التراب وكان داكشي. الحمد لله جات هاد الشتي، وبعدا باش تبت هذاك التراب اللي تقاد وتقاد هذاك الحوض. الحمد لله هاد الاشجار ديال التين كنت درت لهم يا واحد العواد، كنت خديت عواد وغرستهم من واحد الشجره كانت عزيزه عليا من الصغر وانا تناكل فيها. ايوا، وخديت منها شي عواد، والحمد لله الحمد لله راه كبروا كبروا، واخا انا قاربتهم، انا كنت باغي نقاربهم، دونك هذا هو الهدف انني نقاربهم ويديروا الظل ويجيو في هذا الكولوار، يديروا واحد الكولوار ديال الاشجار ديال التين. ايوا، خليتكم على راحة الله ومع السلامة، حفظكم الله.